رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا الإيمان والقرآن، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. كم صائم ترك الحرام لربه، كم عائد، كم تائب، كم نادم، والله رب دأبه الإحسان. الله يقبل من أتاه فأبشروا، من تاب فليفرح أتى رمضان. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أتى رمضان فاقبل يا أخيا، أقبل إلى الرحمن واتبع النبي. فهذا شهر صوم فاغتنمه، وحث السير للجنات سعيا. فكم من صائم قد غاب عنا، كم من إنسان صام معنا رمضان الماضي، الآن هو تحت القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يسبح تسبيحة. والله يا أخواني لي قريب مات في هذا الشهر. فكم من صائم قد غاب عنا، فهل من عبرة إن كنت حيا؟ تزود بالفضائل واغتنمها، تزود بالفضائل واغتنمها. كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا. وقل يا رب، قولها بينك وبين نفسك، وقل يا ربي ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا، ذنوبا كنت آتيها مليا. وأحسن منها كلام الله، شهر رمضان، شهر رمضان، رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى
للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انظر وتأمل ماذا يقول القرآن عن القرآن. إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. انظر وتأمل ماذا يقول القرآن عن القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء. اسمع، قال شفاء ولم يقل علاج. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اسمع ماذا يقول القرآن عن القرآن. يا أيها الناس، أتعلمون أحبابي في الله هذا النداء من من؟ من الله، ينادي جميع الناس. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. انظر إلى عبادة الصيام، ماذا يقول ربي سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. لعلك أخي الغالي إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا أن تخرج من هذه المدرسة العظيمة وقد نلت تقوى الله سبحانه وتعالى. أقبلت جمالا يا رمضان، أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلألأ بال كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلألأ بالقرآن، بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة. يا شهر الخير وكلك خير، نشتاق بقربك للغفران، ونصوم نقوم ونولي الغير، جودا ينسون به ذاك الحرمان.